الموتوسيكلات. طيب نشوفه ونطلع منه فاصل تحقيق عن الموتوسيكلات في مصر. كل يوم حركة جديدة، مش حركة مميزة اللي أنا بعملها، كل يوم بعمل حركة جديدة. أنا قبل ما أركب مكن كنت أجول الشغلة دي بالعجل، وواحدة واحدة جبت مكنة وبقيت مستواي بيعلى واحدة 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 واحدة. بركب بايك من أول 16 سنة كده، أول ما تمكن. كل واحد بيبقى ليه هواية، مثلا في واحد بيبقى هوايته حاجة وحشة، تمرين برضه رياضة، دي تعتبر رياضة. إحنا لو فاضيين بنيجوا في حتة نلعبوا فيها زي دي كده، ماشيين على السكه بنلعبه عادي، ونخلي بالنا من العربيات والناس برضك تفضل تبص لنا واللي بيصورنا. بعمل الحركات دي عشان اكون مميز وشهره وكده. تابع الناس اللي هي بتلعب بره بالموتوسيكلات، شوفهم بيعملوا حركه جديده، بعمل زيهم زيهم بعمل زيهم. انا حبيتها قبل العالم، بس لقيت بقى ليا جمهور وعالم بتحبني وليا شعبيه هوايتي هوايتي. وبرضك يعني ايه، احنا محافظة كبيرة يعني في تحدي برضك، وعلى مكان وعلى فلوس وكده. الموتوسيكلات الصيني مشكلتها ان هي اولا طبعا رخيصة، منتشرة في احياء شعبية كتير قوي، اللي بيسوقها مش بيتبع يعني الامان في سواقتها. حضرتك ده مكان صيني مش مكان ياباني، الكلام ده للمكنة الريس وكده. الخوذة مش تبقى واكلة على المكنة دي، الخوذة مش تحميني في حاجة، ان انا بقى الوقعة ما بتجيش على دماغي، ان انا بقع في مكاني وانا بلف. الخوذة دي للمكن الكبير عشان عارف ممكن تجيبه على دماغه كده، كان انا بلعب بجد بخلي بالي برضه. معظم اللي بيسوقوا الموتوسيكلات شباب في سن صغير، ما بيبقاش عندهم اهتمام بموضوع الحياء، ما بيبقاش عندهم دراية بالاصابات اللي ممكن تجي لهم، وفي الأغلب بيدفع ثمن غالي جدا يعني في حياته. كتير قوي صحابنا ماتوا مثلا، بنبقى ماشيين رافعين على السكة مثلا، واحد يقع عربية تخبطه كده، كتير قوي بيبوحوا مننا. نرجع مثلا أسبوع اتنين مش هنرفع، مش هنركب مكان تاني، بس ساعة ما الأمور بتهدى بنرجع نعمل بقى أسود من الأول. عشان أجيب حركة بقى وبقوم تاني، ما أنا مش هقع خلاص يعني، مش هقوم تاني، لا بقوم وبقى واحدة واحدة. نسبة الأمان في الموتوسيكل تعتبر يعني زيرو، مفيش أي أمان للسايق الموتوسيكل، لأن أي إصابة بياخد الإصابة مباشرة عليه، مفيش أي حاجة بتاخد الصدمة الأولية، هو الصدمة كلها بتبقى على الشخص اللي أخد الإصابة، لأن هو بيتنطر من الموتوسيكل غالبا وبياخد الإصابة مباشرة على جسمه. بتجيلنا حوادث كتيرة جدا بسبب الموتوسيكلات، وبتبقى للأسف ممكن التعويض فيها بيبقى صعب جدا. كل طبقة يعني، كل طبقة ليها أشكال موتوسيكلاتها وكل حاجة. الصيني طبقة معينة من الشعب، في ناس بتجيب الصيني ده تركبه يعني يروح بيه مشواره، يشغله دليفري، ده الموتوسيكلات. هو طبعا ركوبي للموتوسيكل هواية، جوزي طبعا هو اللي علمني ازاي اركب الموتوسيكل. باين يعني ان ده بايك غالي، باين ان انت راكبه عليه يعني حد اكيد شكلك مش حرامي او بلطجه او سرقه او الكلام ده، لا بيبان. المكان ده كله بيركبه جميع الاشكال، في الناس اللي بتاكل بيعيش، وفي اللي بيرفع، وفي اللي بيسرق بيه، وفي اللي بيعمل كل حاجه، بس احنا دي واخدينها هوايه بنرفعه بيه، غير بقى كل واحد هو حر يعمل اللي يعمله، بس احنا بعيد عن الكلام ده كله الحمد لله. يعني الموتوسيكل ده حاجه تانية خالص غير اللي بيتكلموا عليه في الاجرام، يعني ما حدش طبعا هيشتري موتوسيكل بالمنظر ده وبالثمن ده وبالجمال ده عشان في الاخر يروح يعمل بيه حادثه يعني، او يعمل فيه مشكله يعني. الحرامي بيبقى باين عليه اللي هو حرامي، احنا بنبقى ماشيين الناس بتشوف بردك بيبقى معدلين، دول بيلعبوا. احنا مفيش حد في مجال المكن، كله اللي هو العالم اللي بيرفعه منحرف ولا بيعمل اي حاجه وحشه ولا الكلام من ده. احنا الهدف، اهدافنا كلها اهداف جميله، احنا بنزور المحافظات كلها، بننشط السياحه. دي لعبه احنا بنحبوها،
وهنفضلوا نحبها طول عمرنا، هنفضلوا نلعبوا اللعبه ديت عشان احنا بنحبها بس، ولا بنأذوا حد ولا بنعملوا حاجه تغضب ربنا ولا اي حاجه بنعملها غلط. المكان ده على طول بنغيره، يعني كبير المكنه معانا 3 شهور، يوم ما نغير خالص بنبيعها ونجيب غيرها، فمش كل مكنه هنجيبها نرخصها، بتبقى هي نظام جواب كده من دعوبي على طول. هو اهم ياخد ثمن الموتوسيكل بمكسبه، يديله الموتوسيكل من اللي معوز ورق بيديهوله. فبس عامه يعني اللي بيسرقوا واللي بيعملوا الحاجات دي ما بقوش شارين موتوسيكلات، هو بيسرق موتوسيكل ويسرق بيه، مش بيروح يشتري موتوسيكل. لما بنمسك حتى الدراجه الناريه دي لو ارتكبت اي جريمه وشاسيه والموتور بتاعها مرفوع هنقدر نوصل للمالك بتاعها، لكن عدم ترخيصها مطلقا ده بيؤدي الى نتائج سلبيه. جربت ان انا ارخص وبيتمسك مني وبعمله توكيل لما باجي ابيع بتبقى موال، فانا جربت ان انا ارخص فمحبتش ارخص تاني، قلت اخليه بجواب عشان لما يتباع ابيعه بسهوله. الرخص ده بيخلي فئات معينه تركب موتوسيكلات وتعرض حياه الناس للخطر، ان حتى الموتوسيكل لما بيعمل اي حركه فجائيه في الشارع ممكن يدربك ويربك السائق المركبات سواقين المركبات الاخرى ويعمل مشكله كبيره جدا. الموتوسيكلات وسيله رخيصه سواء من ناحيه الشراء او استهلاك الوقود، فطبعا عدد كبير من المواطنين بيلجأوا ليها. الصيني ممكن اي واحد يخش ياخد اللي عايزه، يعني الصيني ده غريب، يعني الحاويه مثلا بيجيبوا الكونتينر بيحطوا فيه مثلا بال 50 موتوسيكل، فالصيني ده بيبقوا زي السجاير، شفت السجاير في السوبر ماركت الصيني كده. لان انت ممكن تبقى مرخص عادي جدا وتاخد اللوحتين يشيلهم ويرتكب الجريمه اللي عايز يرتكبها.